نفهم بقى اول حاجه الفيزيكس اللي لها علاقه بالاوبريشن بتاع جهاز الكلى الصناعي. اول حاجه في عندنا حاجه اسمها براونيان موشن. براونيان موشن دي هي عباره عن راندوم موشن اوف اي بارتكلز، اي بارتكلز في اي مكان. لو بنتكلم مثلا على البارتكلز بتاعت مثلا المولكيولز بتاعت الغازات اللي موجوده في الهواء دي بتتحرك بالبراونيان موشن. براونيان موشن زي ما احنا شايفينها كده، الحركه اللي احنا يعني حركه عشوائيه بيكون فيها ميزتين الحقيقه. ان اول حاجه المين فيلوسيتي بتساوي صفر، يعني معنى كده البارتكل نفسه بيتحرك بطريقه راندم بحيث ان فرصه ان هو يمشي يمين زي فرصه ان هو يمشي شمال، فرصه انه يمشي فوق زي فرصه ان هو يمشي تحت. ففي الاخر المين فيلوسيتي بتاعته بتبقى زيرو. بس النتيجه اللي هو بيتحرك، لو احنا خدنا السكوير بتاع الفيلوسيتي اللي هي المين سكوير بقى، لو احنا خدنا الافريج بتاع السكوير بتاع الفيلوسيتي طبعا هيكون كله بوزيتيف، فمعنى كده لما نقاد الكلام ده هيطلع لنا رقم. فالمين فيلوسيتي اكشوالي بيبقى لا يساوي صفر. واكشوالي في علاقه مهمه جدا، ودي حاجه علاقه ثابته لاي نوع من انواع البارتكلز، بتقول لنا ان الكاينتيك انرجي بتاعه البارتكلز اي بارتكل بيعتمد على التمبريتشر ويعتمد على الماس بتاعه البارتكل دوت بالعلاقه دي. العلاقه دي بتربطهم ببعض، التمبريتشر تي والماس ام بتربطهم ببعض الكي بي اللي هي البولتسمان كونستانت. فبنلاقي ان احنا عندنا لو بنتكلم على حركه مثلا البارتكل زي الهيدروجين مثلا، الهيدروجين مولكيولز، هنلاقي ان حركتها لو حسبناها من الايكويشن دي المولكيولر ويت بتاعها يعني 2، وبنتكلم على الماس بتاعها ان هو بالرقم ده ات روم تمبرتشر، بنلاقي ان السرعه بتاعتها، السرعه اللي هي الفي ار ام اس اللي هي يعني الافرج المين سكوير فيلوسيتي بتاعتنا 1940 متر بير سكند، رقم كبير جدا طبعا. لو احنا مشينا بقى للجلوكوز مثلا هنلاقي ان هو بقى اقل بكتير، بنتكلم على 200. بنتكلم مثلا على هيموجلوبين اقل كمان، عشان طبعا حجمه بيبقى كبير، الماس بتاعته زي ما احنا شايفين كده الماس هنا موجوده تحت، فمعنى كده ان هي كل ما الماس كبرت كل ما السرعه بقت ابطا، مي سكوير فيلوسيتي هي الرقم ده. لما بنشوف بقى الحاجات اللي هي الاكبر زي الفيروسز والحاجات دي كلها طبعا بتبقى السرعات ابطا وابطا. النقطه ان البراونيان موشن دي هي اساس حاجه مهمه جدا هنتكلم عليها دلوقتي حالا، حاجه بنسميها الديفيوجن.